بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان الله، 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 سبحان الله. الحمد لله، 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 الحمد لله. الله أكبر، 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 الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المجاهدين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الشاهدين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الخائفين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الطائعين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد التائبين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد العابدين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الحامدين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الصالحين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الراقعين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الساجدين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد القائمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد القائدين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المتقين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المستغفرين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد النادمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الشاكرين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الحافظين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الذاكرين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد العاقلين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المحسنين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأكرمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المنذرين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المبشرين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الطيبين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد النبيين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الزكي التقي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد القرشي الهاشمي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المدني العربي المكرم يوم القيامة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد أهل الجنة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الصراط المستقيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل الأولين والآخرين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى جميع الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، اللهم صل وسلم على من سميته ذاكرا وحبيبا ومذكرا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم على من سميته أحمد ومحمد وسيد محمد رسول الله، اللهم صل وسلم على من سميته صابرا ونبيا ومراقبا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم على من سميته عاليا ورحيما محمد رسول الله، اللهم صل وسلم على من سميته عاقبا وكريما محمد رسول الله، اللهم صل وسلم على من سميته عدلا وجوادا ومزملا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم على من سميته قاسما ومهديا وهاديا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم على من سميته شكورا وحريصا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم على من سميته قائما وصفيا وعبد الله محمد رسول الله، اللهم صل وسلم على من سميته شاهدا وبصيرا ومهديا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم على من سميته باهيا ونورا مكيا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم على من سميته شاكرا ووليا ونذيرا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم على من سميته برهانا صحيحا وشريفا محمد
محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على من سميته طاهرا وصفيا ومختارا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على من سميته مسلما ورؤوفا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على من سميته مؤمنا وحليما محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على من سميته قائما ومحمودا وحامدا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على من سميته مصباحا وآمرا وناهيا محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعن كل الصحابة أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا خليل الله، الصلاة والسلام عليك يا صفي الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله، الصلاة والسلام عليك يا من زينه الله، الصلاة والسلام عليك يا من شرفه الله، الصلاة والسلام عليك يا من كرمه الله، الصلاة والسلام عليك يا من علمه الله، الصلاة والسلام عليك يا من اختاره الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا إمام المتقين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا رسول رب العالمين. خذ بأيدينا قلت حيلتنا، أدركنا يا رسول الله، خذ بأيدينا قلت حيلتنا، أدركنا يا رسول الله، خذ بأيدينا قلت حيلتنا، أدركنا يا رسول الله. الله سبحانه وتعالى നാം ചൊല്ലിയ അദ്കാറുകളും സ്വലാത്തുകളും സലാമുകളുമെല്ലാം കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇതിൻ്റെ മിഥുല സവാബ് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പുന്നാര ഹളറത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അവിടുത്തെ ഷഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്ന മുത്തുമുഅ്മിനീങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അവിടുത്തെ തൃക്കരങ്ങളിൽ നിന്നും ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങിക്കുടിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. മറ്റമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ഉലമാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ഹളറത്തുകളിലേക്ക് നാം ചൊല്ലിയതിൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും മിസ്ലു സവാബ് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകൾ അള്ളാഹു എല്ലാവരുടെയും ഖബറിടത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു ഇതിൻ്റെ എല്ലാ മിസ്ലു സവാബ് എത്തിച്ച് അവർക്ക് ഖബറിൽ വലിയ ഒരു മൂനിസാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അവരുടെയും നമ്മുടെയൊക്കെ ഖബർ അള്ളാഹു സ്വർഗ പൂന്തോപ്പാക്കട്ടെ. എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും നമുക്ക് ഖബറിൽ അള്ളാഹു തആല നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അവരെയും നമ്മയുമൊക്കെ നാളെ ജന്നാത്തുൻ നഈമിൽ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. സ്വർഗത്തിൻ്റെ അഹലുകാരിൽ നമ്മയും അവരെയും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. നരകത്തിൻ്റെ അഹലുകാരാകുന്നതിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നല്ല സ്വഭാവമുള്ള സജ്ജനങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരും ചേർക്കുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നഇമഹു വ യുകാഫിഉ മസീദ
اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرقائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه وما صليناه وما ذكرناه إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وفي الجنة مرافقته يا أرحم الراحمين. اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم وإلى حضرة سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين وإلى حضرة أهل الخير كلهم أجمعين. اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامة على كراماتهم. اللهم أمدنا بمددهم وانصرنا بنصرتهم واحمنا بحمايتهم واحفظنا بحفظهم. اللهم أفض علينا من فيوضاتهم وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. اللهم وإلى حضرة من ماتوا منا من أقاربنا الموتى وأحبائنا الموتى كلهم أجمعين. اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورنا ولا قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم آنس وحشتهم وآمن روحتهم ونفس قربتهم ونور محلتهم وارفع درجتهم وكلنا ولهم وليا وبنا وبهم حفيا. اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورنا ولا قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم اجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذنا ولمن أعاننا ولمن أوصانا بالدعاء. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وإيمانا كاملا وخلقا حسنا وعمرا في طاعتك طويلا وشفاء من كل داء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل آخر كلامنا وكلام من ماتوا منا. اللهم اجعل آخر كلامنا وكلام والدينا وكلام من تعلقوا بنا عند الموت قول لا إله إلا الله. توفنا وأهلنا مسلمين وألحقنا وإياهم بالصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.